كحالي إلى داود، إعادة الكرة هنا، الكرة والمحاولة، في الدقيقة الأولى أو ما قبل الدقيقة الأولى هكذا ينجح الشباب بخطأ فادح من خلال الكرة الماضية في إيداع الهدف الأول والدخول بشكل مثالي جدا لأجواء هذه المباراة. في خطأ كبير كان جدا، لكن الاستثمار من جانب أرنست الذي لا يرحم أمام المرمى والذي يقبل الهدايا، هكذا ينجح الشباب. لاحظ الخطأ الكبير من جانب الكحالي في اللقطة الماضية، بعد ذلك المتابعة والضغط لم يكن موجود على أرنست، الخروج كان في توقيت غير مناسب، بعد ذلك العقاب يأتي من جانب أرنست علي الكحالي في إضافة الهدف الأول. الله على التصرف، الله على لباقة ولياقة في التعامل مع الكرة الماضية وحسن استثمار الخطأ الذي كان من جانب في إضافة الهدف الأول. الله على التصرف، الله على لباقة ولياقة في التعامل مع الكرة الماضية مصلحة الشباب. أرنست يتقدم الآن، يرسل الكرة جميلة، فرناندو شوف الإعادة للكرة الماضية الملعب. هي في هذه الأوقات رمية تماس لمصلحة النصر، شوف الإعادة للكرة الماضية، ما فيها أوفسايد، ما فيها راية، كرة فرناندو يقول أيام النصر أيام وتاريخية على الكرة العمانية وحتى على الكرة الخليجية والعربية، وله إنجازات كبيرة. إلى حارس المرمى أرسل كرة عالية أمامية، أرنست نزل كرته، صدت في عبد الله بعد راسية، عادت الكرة إلى خالد، تمررت إلى أرنست. التسديدة القادمة من قبل أرنست، يا سلام يا سلام، خطيرة، جول أرنست، يا لها من تسديدة، الله 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 الله، ممتاز الكرة والمتابعة من ذاكر في شباك أحمد الرواح، يا لها من تسديدة يا أرنست، كالعادة يمتلك قدم يمنى قوية. البرازيل يبحث عن كرة عميقة داخل منطقة الجزاء إلى أرنست، أرنست يتخلص، أرنست للشباب، خطيرة خطيرة للشباب، ما زالت الكرة لكن أرنست، أرنست يتخلص، أرنست للشباب، خطيرة تبقى لمصلحة نادي الشباب. أرنست الغاني يحاول الآن يغير من جهة اللعب، وصلت عند الاتحاد واستطاع من خلالها نادي ظفار الفوز بالكأس الثامنة، كانت آخر كأس للزعيم في جهتين من قبل. كرة تبقى لمصلحة أرنست، الكرة تعود الآن لصالح مرباط لصالح الشباب، لحاول لضرب الدفاع، المحاولة، لاحظ مع الكرة التي كان خلالها ضرب الدفاع، التقدم من جانب الشهادة عبيد، وبعد ذلك التقدم وإحراز الكرة في المرمى، خروج من جانب شوقي غريب، وأيضا كذلك مضايقة دفاعية، كل ذلك لمتابعة الكرة القادمة. هنا الكرة، هنا المحاولة، الهدف الأول يأتي في الدقيقة الأخيرة، في الكرة الأخيرة الشباب ينجح، الصقور تحلق أخيرا هنا باتجاه مرمى السويق، والإعلان عن التقدم في اللحظات الأخيرة. الشباب نعم ينجح، الشباب يعبر بكرة كاكا والرأسية المثالية من جانب أرنست، ومن غير أرنست اللاعب المميز يتقدم، يتخلص من الرقابة من جانب البرازيلي، بعد ذلك يسكن الكرة في شباك عمار الرشيدي، لاحظ الرقابة من بطولة الدوري خاصة في الموسم ما قبل الماضي، حينما تخلف فقط بثلاث نقاط عن ظفار الزعيم بطل طبعا البطولة العاشرة في ذلك الموسم، كرة 15 2016 تحديدا على أرضية
بعد ذلك عادت إلى المنتصف من عصام، وصلت إلى أرنست. أرنست يتقدم، أرنست يرسل كرة أمامية خلف أحد الشباب، تمريرة إلى أرنست. أرنست يتقدم، يبحث عن سبيل في هذه الأوقات. بأخطائكم أنتم من أعطيتموهم الأهداف. محاولة تصل أمامية على الجهة اليسرى، التقدم يأتي عبر الزيات إلى أرنست. أرنست تمريرة بعد ذلك، أرنست يتقدم يرسل كرة خلف المدافعين. جميلة الإحصائيات فيها بطولة في الدوري، تبعيد مباراة طبعا لعبت ما قبل هذه الجولة حتى نهاية الجولة الماضية، تم تسجيل من خلالها 175 هدف بمعدل مرة أخرى. أرنست الغالي بتسديداته، أخرى أرنست الغالي بتسديداته. تسجل للنهضة في الدقيقة 34، بعد ذلك أحمد متقدم في المباراة. بينما نتحدث هكذا أن ربما نعم عبر جنيات اللاعب الذي يخرج ويغادر صفوف الشباب من خلال في منتصف الملعب بشكل جيد الآن لحارب السعدي، ارتكاك الكرة بشكل رائع جدا من جانب أرنست. لم تأتي أي كرة شكلت التهديد بالنسبة لبلال البوشي، وبالتالي مؤشر واضح وصريح جدا لأن الشباب لا يمتلك تشكيل الفرصة وإلحاق الخسارة الأولى للزعيم في هذا الموسم. هنا الكرة والآن خارج أرضية الملعب الرقمية مع تصويبة أرنست. كان خاص لعمان الرياضية الشيخ عامر الشنفري، تحدث عن إقالة المدرب عماد الدين خانكان وقال بأننا نريد أن نحدث الصدمة في الفريق، بمعنى أنه يريد انتشال الفريق. استغل الظروف لأن ما واجه حتى الآن فرق قوية يعني مثل الشباب، مثل النصر، مثل العروبة، مثل السويق، الأندية هذه اللي ممكن يعني تعرقل مثلا انطلاقة نادي ظفار. لكن الجميل في ظفار أنه مواصل الصدارة، الجميل في الزعيم أنه من خلال الموسم الماضي على مستوى كأس حمد صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى. وفي الحقيقة يعني النصر وقع في مواجهة أمام السيف، في مواجهة راح تكون ومن المتوقع أن تكون مواجهة جماهيرية مع فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى. الحديث طبعا عن نادي السيب الذي قدم مستوى كبير على مستوى المسابقة الأغلى والأكبر. طبعا تعود الكرة من جديد لصالح الشباب مرة أخرى، الشباب دائما وأبدا. شوق الرقادي للنصر.